الخمر. يقول العشاب والصيدلي ابن بيطار رحمه الله نقلا عن الطبيب ديسقوريدوس: أما الأشربة العتيقة فإنها تضر الأعصاب والحواس، إلا أنها لذيذة الطعم، ولذلك ينبغي أن يمنع منها إذا كان بعض الأعضاء مريضا، وأما وقت الصحة فقد يشرب منها الشيء اليسير وهو مائي فلا يضر، وإذا عتق جدا وكان أبيضا رقيقا فهو يدر البول ولكنه يصدع الرأس ويضر بالمعدة، وأما الشراب الحديث فهو نافخ عسر الانهضام ويدر البول، وأما الشراب المتوسط بين العتيق والحديث فهو المختار، فينبغي أن يشرب في وقت الصحة والمرض، وأما مقدار ما ينبغي أن يشرب فيكون بمقدار زمان السنة والسن والعادة وقدر قوة الشراب، وينبغي أن يشرب الشراب العتيق على عطش، وأما الشراب المسكر كله فضار لا سيما إذا أدمن عليه، وإذا ألح المسكر على العصب ضعف واسترخى، والشراب المسكر يسخن البدن ويعين على هضم الطعام في المعدة وسرعة تنفيذه إلى الكبد وجودة هضمه وتنفيذه إلى العروق وسائر البدن، ويسكن العطش إذا مزج بالماء ويخصب البدن متى شرب على أغذية كثيرة الغذاء، وهو يحسن اللون ويدفع الفضول جميعها ويسهل خروجها من البدن بالنجو والبول والعرق والتحلل الخفي الذي بالمسام، ويخرج الصفراء أيضا في البول يوما فيوما فيمنع أن يكثر كميتها وكيفيتها، فهو لذلك عون عظيم على حفظ الصحة إذا شرب على ما ينبغي، ويصلح وقتا وقتا بالقدر المعتدل الذي تعهده الطبيعة، ويطيب النوم ويثقله، فتستريح لذلك آلات النفس راحة أكثر من راحتها عند النوم على غير الشراب، فيكون البدن من بعد ذلك النوم أقوى والجراحات أخف والحواس أذكى والهضم أجود، ومن تركه ممن يعتاده برد بدنه وهاجت به الأمراض السوداوية وضعفت هضومه كلها، والمقدار الذي ينتفع به في هذه الوجوه ثلاثة كميات: أولها أن يشرب بعد الطعام بقدر ما يسكن العطش سكونا تاما ولا يزاد غير ذلك من تفريح النفس وإطرابها، وهذا هو الحد للمحرورين ولأصحاب الأبدان الملتهبة جدا ولمن يحمى ويحمي جسمه عليه. أما الحد الثاني أن يؤخذ منه إلى أن يبلغ أن يسر النفس ويطربها باعتدال في ذلك من غير ثقل في الرأس والحواس ولا يميل إلى النوم الشديد، وأما ما جاوز ذلك إلى جلجلة اللسان وفقد صحة العقل واضطراب مفاصل البدن وضعفها عن الحركات فإنها حالة السكر، وذلك ضار في وجوه كثيرة ولا سيما إذا تواترت وترادفت، وقد ينفع إذا كان في الشهر مرة أو مرتين، فإن هذه الحالة تسخن البدن وتطربه وترقق أخلاطه وتفتح مجاريه وتحلل كل ما بدأ ينعقد إذا لم يشرب الماء في ذلك اليوم. ومما يحفظ الصحة أن يشرب الخمر يوما والماء يومين أو ثلاثة، وأما تواتر السكر وشربه على الخمار فجالب للأمراض المهلكة كالصرع والرعشة والفالج والأمراض الحارة وتورم الأحشاء لا سيما الكبد والدبيلات والجراحات وفساد العقل وكدر الحواس وضعف الحركات وترهل البدن وذهاب شهوة الطعام، وهو يختلف في أفعاله هذه بحسب اختلاف أنواعه، والشراب الأسود الغليظ الحلو أكثرها غذاء وتوليدا للدم الغليظ الأسود، وهو شر لمن يعتريه الأمراض السوداوية وجيد لمن يريد أن يزيد لحمه وللمنهوكين، والشراب الأبيض الرقيق أقلها غذاء وأوفقها للمحرورين، والشراب الأحمر المعتدل في غلظه ورقته أعدل الشراب وهو يولد دما جيدا، وأما الشراب الأصفر القوي الطعم جدا فإنه يسخن إسخانا قويا ويضر أصحاب الأمزجة الحارة،
إلا أن يكثر مزاجه جدا ويتنقل بالفواكه الباردة. أما الشراب الريحاني أكثر صعودا إلى الرأس وتصعيدا له، فينبغي أن يحذره من يعتريه الصداع والرمد ويسرع إلى رأسه الامتلاء ويدفع مضرته متى اضطر إلى شربه، أن يشم الرياحين الباردة والكافور والماء الورد والصندل وتدبير الرأس بها وبالخل وبدهن الورد والتنقل عليه بالصفرجل. والشراب العتيق أكثر تجفيفا للبدن وأقل بخارا، والشراب الحديث كثير البخار إلا أن بخاره رطب لا ينكي الرأس كثير النكاية كما ينكيه الشراب الريحاني. والشراب الكدر أوفق للمحرورين، غير أنه يسقط شهوة الباه. أما نبيذ الزبيب المجرد يذهب مذهب الشراب الأسود الغليظ، وهو أقل إسخانا وأشد قبضا. والشراب المعسل يسخن إسخانا قويا وينقي الكلى وينفع من أوجاع المفاصل. ونبيذ العسل ملهب جدا كثير التوليد للمرار. ونبيذ التمر والدوشاب كثير التوليد للدم العكر، قليل المعونة على الهضم، مطلق للبطن إطلاقا ليس بنافع جدا بل من إزلاق وثقل على الطبيعة. ونبيذ السكر مصدع سريع الصعود إلى الرأس، إلا أنه يدر البول وينقي الكلى والمثانة ويذهب بخشونة الصدر والرئة. وأما من يحدث به عن إدمان الشراب ذهاب شهوة الطعام والغثي وتقلب النفس وتكسير البدن مع ثقل الرأس ونوم مضطرب وتشويش، فإن هذه أعراض الخمار، والخمار تخمة من النبيذ، فينبغي إذا حدث ذلك أن يطلب النوم مدة طويلة ويغمز منه الأطراف، ثم يدخل الحمام ويصب على الرأس ماء فاترا كثيرا ثم يخرج فيستريح. فإن خفت الأعراض وجاءت شهوة الطعام فذاك، وإلا فليطلب النوم أيضا والسكون ثم عاود الحمام حتى تخف الأعراض وترجع شهوة الطعام، ثم يتقيأ بالسكنجبين والماء الفاتر مرات حتى يخرج من المعدة أولا، ثم يشرب رب الرمان والصفرجل والريباس وفيه من الطين النيسابوري، ويجعل أكله إذا عادت شهوة الطعام فراريج بماء الحرسم ونعنع كثير. ومما يسكن عادية الخمار الجلاب بالبلح والفقاح وربوب الفواكه الحامضة القابضة. يقول ابن جزلة رحمه الله في كتابه المنهاج: الخمر هو ماء العنب المعتصر المصفى، يجعل في الجرار المقيرة في الشمس ليغلى ويخرج زبده ثم يطين. ومما يمنعه من الغليان وظهور الزبد طرح الخردل في رؤوس الجرار، فإنه لا يغلى ويخرج بذلك عن كونه خمرا فيحل شربه على رأي بعض الفقهاء. والخمر يختلف من قبل ألوانه وأرايجه وطعومه وقوامه وأزمانه في حديثه وعتيقه. والشراب الأبيض أقل حرارة وغذاء وأسرع انحضارا، والشراب الأسود بالضد. والشراب العطر يولد دما جيدا، والشراب الكريه الرائحة بالضد. والشراب الحلو سريع الانهضام ويطلق الطبع دون البول. والشراب القابض بالضد. والشراب الذي بدأ يحمض ينفع أصحاب المرة الصفراء. والشراب الغليظ كثير الغذاء بطيء النفوذ. والشراب اللطيف بالضد. والشراب الحديث منفخ. والشراب العتيق مجفف. وأجوده الشراب المعتدل القوام الأصفر اللون الريحاني المتوسط بين العتيق والحديث، وهو حار يابس في الدرجة الثانية، ينفع من الشهوة الكلبية والرمد البلغمي والغثي ويشفي من السموم ويجود الهضم، وإذا مزجت سكنت العطش، وهو يدر البول ويسهل الطبع ويسر النفس، والإفراط في شربها يضر بالعقل والطحال والكبد الضعيفتين ويبطل الباءة ويقلل شهوة الغذاء ويحدث النسيان والبخر والرعشة والدمع وضعف البصر والغضب والحميات والتبلد والصرع والسكتة والموت فجأة. وشربه على الريق بعد التعب يحدث جفافا والتهابا وأوجاعا.
وأما ما يمنع السكر فبزر الكرنب برب الحصرم، ويقلل الغذاء، ويأكل الفالوذج السكري، ويشم اللينوفر، والمحرور يتنقل الرمان المز والتفاح المز وأصل الخس والجمار، ويغتدي قبل الشراب بالسماقية والرمانية والحصرمية. ويقول الحسن بن إبراهيم التفليسي رحمه الله: الخمر معروف وأصنافه كثيرة، مختاره الأصفر الريحاني، وهو حار يابس في الثانية، يقوي القلب وينعش الحرارة الغريزية ويقويها ويثبتها ويبثها في جميع البدن، ويقوي النفس ويحدث لها سرورا وفرحا ونشاطا إذا استعمل بمقدار معتدل في وقت الحاجة، والشربة منه مقدار الحاجة. والله أعلم، والله الموفق للصواب.